إذا جئت إلى معاناة قلة المال، هذا فقير معدم وهذا مسكين، إذا وجد غداء لم يجد عشاء، وهذا ما عنده إيجار البيت، وهذا ما عنده علاج، وهذا يعاني من رثاثة اللباس، وهذا يعاني من ضيق المسكن، وهذا ماشي الدنيا هذه أحوالها. قال عمر رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي، يعني من الجوع، ما يجد دقلا، يعني تمرا رديئا يملأ به بطنه. شوف حال السلف. القاضي عبد الوهاب المالكي خرج من بغداد إلى مصر، فتبعه الفقهاء والأشراف، فقالوا له: والله يعز علينا فراقك. فقال: والله لو وجدت في بلدكم كيلجتين من ذرة ما خرجت منها. يعني مكيال لأهل العراق أقل من كيلو. طيب، هذا خرج من بلدي من البلد فقيرا، والناس كانوا مستفيدين ويستفتون ويحضرون ويدرسون، ما منتبهين لشيخه ماذا، أنه مسكين محتاج. لما قدم مصر ولي قضاءها وحسن حاله، يعني صار عنده مال، إيه انتعش ماديا يعني، لكن سبحان الله ما تنعم كثيرا، مات من أكل اشتهاها. ولما نزل به الموت قال: لا إله إلا الله، لما عشنا متنا.